السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، توحشتكم بزاف. كنعتذر على هذه الغيبه. واش نتوما هانيين؟ كنتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله راني جبت لكم واحد الموضوع مهم مهم بزاف، بحال ديما كما ولفتو على القناه انا دائما كتعطيكم الجديد والمفيد اللي تستفدوا منه ان شاء الله وباقل تكلفه. اليوم ان شاء الله الموضوع ديالنا غادي يكون للناس اللي كيعانيو من التآليل او التالول. حنا في المغرب كنقولوا التالول، وفي اللغه العربيه سميتهم التآليل، يعني هادوك النقيطات اللي كيكونوا بحال الحبوبه كينوضوا في الجلد، كي ممكن يجيوك في الوجه، في العنق، في اليدين، في كل شيء. المهم الجلد ديالك معرض لهذا الشيء هذا. المهم كما كتعرفوا فاش كيكون فينا هذا الشيء في الجلد كيأثر علينا بزاف على المنظر ديالنا، على الصحه ديالنا. ما تنساوش هذوك راه فطريات، راه ما خصهمش يكونوا، يعني مضرين بالصحه بزاف، ما خصهمش يكونوا. انا غادي نعاود لكم التجربه ديالي معاه، كيفاش حتى عالجته. كان في الابن ديالي وفي بنتي، كان في البنت هي الاولى والبنت كتعادي الولد، يعني هو راه معدي. الا كانوا جوج ديال الناس متحاكين متقاربين راه واحد فيهم غادي عادي الاخر. كما كتعرفوا خاصكم تعرفوا حتى الاسباب مناش كيجي. انا نعاود لكم انا للسبب كيفاش حتى قاس لي البنت ديالي وتكون فيها، عاد باش غادي نهضروا على حوايج اخرين. كنت انا مشيت للباديه انتيناس، وكانت بنتي مشات كتلعب في الماء مناش كيشرب الدجاج. هذاك الماء كيسبب التالوح، خاص الدراري ما يقيسوش بيديهم بصفه نهائيه، لا الدراري ولا الكبار. خاص هذاك الماء يعني ما نلمسوش بيدينا وما نقيسوش بيدينا. هذا الشيء اللي كاين من هنا منين جا الماء ديال الدجاج، يعني مناش كيشرب الدجاج، او ثاني الماء مناش كيشرب الحمام، اي حاجه متعلقه بالحيوانات راه كتسبب تالو للدراري الصغار. بقى ناض ليها في الاول في يديها شويه، ولا كيمشي ليها مع هاد البلاصه مع الدراع ديالها، ولا ليها ظهرها عامر، وفي واحد المده وجيزه، يعني في ظرف قصير صافي البنت ولات كامله عامره بهذاك التالون. ما قداش في هذاك الشيء اللي قالوا لي ديري 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 وصفات طبيعيه، هادي ديري هادي ديري هادي. صراحه الله ما حيدش. اما كيوليو كيكبروا هادوك التالولات، كيوليو كيزيدوا كيكبر الحجم ديالهم وكيزيد كيسرح، يعني الا كان في الظهر كتولي تصيبيه في الرجلين، تصيبيه في العنق، في الودنين. الله يستر، هو راه لما تحاربش وتعالج بسرعه صافي غادي يولي عفوا يعادي كاع اللي في الدار، سورتو الدراري الصغار، وكينتشر بسرعه كما قلت لكم. كيولي المنظر الله يستر ديال يعني ديال البشره كيولي بشع بزاف. الحمد لله انني توفقت لقيت واحد العلاج بسيط ساهل ورخيص. كما قلت لكم دائما كنقلب لكم على السهل الممتنع، يعني اللي ديروه بدون يعني تكاليف باهظه، خاصك ديري هادي وديري هادي وديري هادي. الحمد لله انني توصلت ليه، ما نكذبش عليكم. فاش كان في بنتي كنت كنحس واحد الاحساس في شكل ما مرتاحاش. الامهات غادي يعرفوني شنو كنقول، فاش كتكون شي حاجه في ولدك ولا بنتك ماشي هي هذيك صافي، الام كتكون معذبه داخليا، كتبدا كتقلب وكدير جميع الطرق جميع المحاولات انها تعالج الولد ولا البنت ديالها. كما قلت لكم العلاج راه هو بسيط. قبل ان نقول لكم العلاج كنطلبكم فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه ولي جيم قد ما قدرتوا اخواني اخواتي، ديروا لي جيم، بارطاجيو الفيديو، خليو لي التعليقات ديالكم، اي سؤال انا كنرحب به ان شاء الله غادي نجاوب عليه في اقرب وقت. هذا هو العلاج اللي عالجت به انا بنتي، هو هذا الدواء هذا كيدير بالضبط شي 20 درهم. هادشي اللي كيدير، ما كيبقى الاجل ديالو طويل، يعني الا فيك لي طاش بزاف وفيك هذاك التالول بزاف وهذاك بحال الخالات ديري هذا. راه اش غنقول لكم، انا راه في ظرف يومين بدا كيطيح، بدا كيتفرتت بحال هكا، كديري ليها بحال هكا وكتحيد، ما كتخليش الدم، لان الدم ديالو هو اللي كيجعلو كيبقى كينتشر. البلاصه اللي قاسها الدم ديال هذوك التآليل كتولي كتنتشر وكيولي صافي شي تابع شي وكيكثر.
من الأحسن أنك تعالجيه قبل ما يكتر. إن فوا تشوفي في ولدك ولا بنتك وحدة جوج، حاولي ما أمكن أنك تقضي عليه بالزربة، ما غاديش تحتاجي لا تجرحيه ولا تكويه ولا صافي. غير هذا أنا راه كويتو ليه، رديت عند شي واحد كيكوي كيحيد التآليل ما خليتش. المهم عاودت لكم أنا كل شيء بالتفصيل بحال كنتو معايا باش تفهموا. ندور لكم هذه شوية باش تشوفوه مزيان. دابا حيت الكاميرا مقلوبة رداها لعندي كيبان لكم الاسم مقلوب، سميتو فيروزين. هاي شتوها ها كيفاش كتكتب فيروزين، شتوها. ما تنساوش انكم تبعوه، غادي ديروه مره في الصباح الا قدرت تعري البلايص اللي فيهم هذوك التآليل. غادي هو راه فيه هذه بلاتي نوريكم كيفاش ديرو الطريقه. فيه دابا هذه بحال شيتا د الضفران، شتوها ها انتم. نقربها لكم. هو مولا فارماسي هذاك السيد اللي خدام تما، هذاك الطبيب، لقيت الطبيب بنفسه قال لي شوف ما غاديش تبقاي تخليه محلول لانه كيطير، فهمتوني؟ يعني كيما تخدمي منها سديها وزيريها باحكام. ملي غادي تبغي تحطي على التالوله غادي ديري بحال هكا، بحال كتقطري فوقها كما قلت لكم، راه دايره بحال الشيته ديال الضفران باش كنصبغوا الضفار ديالنا. والاستعمال ديالها ساهل بزاف، وكما قلت لكم راه غير يومين ثلاث ايام صافي. الرحمه ديال الله هذا وحق الله. انا راه مخليها عندي ما بغيتش نفرط فيه، مخليها والله الا محتفظه به في البواط فرماسيان باش نبقى الله يستر فين ما شتالو بغى يبدا في ولادي غادي نجبدو غادي نديرو لهم. غير كتحضري مع تاريخ الصلاحيه بطبيعه الحال راه كيكون، راه هو هذا اللي كيبان لكم هنايا. انا راه محتفظه به ورد البال كما قلت لكم التاريخ ديال الصلاحيه باش ما يفوتش. الفيديو ديالنا ديال اليوم اخواتي اخواني هو هذا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ويفيدكم. انا ماشي غرضي في المشاهدات وغرضي في السوايع ولا فادي ولا فادي ولا في الداخل، غرضي انني ننشر قد ما قدرت شي حاجه اللي غادي يستافدوا منها الناس، شي حاجه اللي غادي يتعالجوا منها الناس، شي حاجه اللي غادي يتعلموا منها الناس. كما شفتوا ان القناه كتنشر الحمد لله وصفات، يعني ديال التجميل، وصفات العلاج ديال شي حاجه، عاوتاني كتنشر وصفات ديال الطبخ كيفاش نستعملوا هذه كيفاش نستعملوا هذه، حياه المنزليه. كنشر الراندا، مازال ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو خاص بالمحتوى ديال القناه ان شاء الله باش يوصل لواحد الفئه كبيره من الناس باش يعرفوا القناه كيفاش خدامه. لان فاش كيكون المحتوى متنوع طبعا الافاده كتكون متنوعه، وكتكون كيشوفوا فئات كل واحد في شكل. اللي باغي الخياطه راه غادي يلقاها في القناه، اللي باغي الوصفات راه الحمد لله غادي يلقاها معايا، اللي عنده شي حاجه هكا في المطبخ ما عرفش كيفاش يستعملها. مثلا واحد الفيديو حطيته على الاله ديال البانيني والاستعمالات ديالها، بزاف ديال الناس شكروني على هذاك الفيديو، كنشكرهم من هذا المنبر الا كانوا كيسمعوني. ما هي راه عندهم في الدار ولكن ما عارفينش كيفاش يستعملوها، بزاف ديال الحوايج فيها هما ما عارفينهاش، كيستعملوا داك الاستعمال ديال التسخان ولا شي حاجه خفيفه صافي، ولكن شي بطونات فيها وكيفاش كتخدم كتستعمل ما عارفينش. هذه افاده الحمد لله، فاش كيدخل عندك شي واحد القناه كيكتب لك الله يرحم الوالدين شكرا ولا الله يجازيك بخير ولا راه الحمد لله، كتشجعي وكتزيدي للقدام. هذوك هما التعليقات اللي كيجعلوني كنزيد نحط فيديوهات، كنزيد نقلب باش غادي نفيدكم. وكما قلت لكم اي تجربه دازت عليا في حياتي انا جربتها ليا ولوليداتي او للعائله المقربه راني كنشاركها معكم باش تامل فائده، باش الناس اللي كيعانيو من شي حاجه يكون عندهم ان شاء الله العلاج ديالها بابسط الطرق. شكرا لكم بزاف لانكم كدعموني وكتشجعوني، شكرا بزاف بزاف. ما تنساوش راني حتى انا كنبغيكم، حتى انا كنحترمكم اكثر وكنبغي نعطيكم ما هو احسن. شجعوني بلي لايك دائما. الى اللقاء، الى فيديو قادم بحول الله.